أهلا بكم. لماذا يستمر مسلسل الاعتقالات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة وميليشياتها على سكان حزام بغداد؟ لماذا تزايدت وتيرتها في الأيام الماضية بالإضافة إلى الاستيلاء على مساجد؟ فقد شنت القوات الحكومية وميليشياتها حملة اعتقالات تعسفية في قضاء طارمية شمالية بغداد، أسفرت عن اعتقال أكثر من 50 شخصا. وبحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، فإن القوة المشتركة اعتدت على النساء بالضرب والإهانة والتلفظ بعبارات طائفية، وسط مناشدات من الأهالي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل وفك الحصار المفروض على السكان وإيقاف الاعتقالات العشوائية بدوافع انتقامية وطائفية، بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. هيئة علماء المسلمين وفي بيان لها أكدت أن حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها من الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق في انتهاكاتها المستمرة لسكان حزام بغداد واستمرار مسلسل الممارسات الإجرامية السابقة بحق أهالي قضاء الطارمية، وسوف تدفع بالعراق إلى مزيد من الأزمات ولن تكون حلاً لمشاكل العراق، وهي تتحمل هذه الانتهاكات بالشراكة مع أحزاب السلطة وميليشياتها. بينما دعا مركز جنيف الدولي للعدالة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حل الميليشيات المسلحة لأنها تشكل خطراً على استقرار العراق ومستقبله وشعبه، لما ترتكبه من جرائم إحراق وتدمير للمدن والقرى الزراعية والاعتقالات التعسفية المستمرة والقتل والإعدامات خارج إطار القانون. نشاهد مشاهدينا الكرام بداية هذا التقرير. في مسلسل مستمر من الاعتقالات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة وميليشياتها على أسس طائفية لم تتوقف منذ سنين مضت، إلا أن وتيرتها تزايدت في الأيام الماضية لا سيما في مناطق حزام بغداد. فقد شنت القوات الحكومية وميليشياتها حملة اعتقالات تعسفية في قضاء طارمية شمالي بغداد أسفرت عن اعتقال أكثر من 50 شخصاً. وبحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، فإن القوة المشتركة اعتدت على النساء بالضرب والإهانة والتلفظ بعبارات طائفية. وفي ذات السياق أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بياناً أشارت فيه إلى أن القوات الحكومية وميليشيا العصائب استولت على مسجد الرسول في منطقة العبايتشي ومسجد اليقين في المصلحية بقضاء الطارمية. ولفتت الهيئة إلى أن هذه الممارسات التعسفية تعيد إلى الأذهان الممارسات الإجرامية السابقة بحق أهالي الطارمية، وتؤكد أن حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها، محملة إياها مسؤولية الانتهاكات التي ترتكب بحق أهالي الطارمية. الأهالي هناك أطلقوا مناشدات للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل وفك الحصار المفروض على السكان وإيقاف الاعتقالات العشوائية بدوافع انتقامية وطائفية، بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أما مركز إكرام لحقوق الإنسان فقد وثق شهادات ذوي المغيبين قسراً من منطقتي جرف الصخر والصقلوية التي تؤكد أن الضحايا في قبضة ميليشيات الحشد، وأن الحكومة لم تفتح تحقيقاً واحداً للوقوف على حقيقة السجون السرية التابعة للميليشيات، ما يؤكد مرة أخرى أن العراق تحول إلى سجن كبير تديره ثلة من القتلة والفاسدين. ويبدو مع هذه الفوضى والاعتقالات التي تطال المواطنين الأبرياء أنه لا استقرار في العراق إلا بحل الميليشيات، بحسب مركز جنيف الدولي للعدالة الذي دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى حل الميليشيات المسلحة لأنها تشكل خطراً على استقرار العراق ومستقبله وشعبه، لما ترتكبه من جرائم حرق وتدمير للمدن والقرى الزراعية والاعتقالات التعسفية والقتل والإعدامات خارج القضاء. بداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، وهم كل من ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا أستاذ نظير. الله يحييك دكتور. وأرحب بالأستاذ ناجي حراج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. أستاذ ناجي حراج مرحبا بك. وأيضا ستنضم إلينا لاحقا الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، يعني استمرار مسلسل الاعتقالات التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات يعني بات أمرا نمطيا ربما من بعد الاحتلال عام 2003 وحتى الآن، ولكن ازدادت وتيرتها في الأيام الماضية. ما هي الأسباب والدوافع من وجهة نظرك؟
يعني الغريب من الاعتقالات الجديدة التي تقوم فيها سواء القوات الحكومية أو ما يتجحفل معها من قوات ميليشياوية، نرى أنها لم تختلف عن باقي الحكومات. يعني العديد من المواطنين كانوا يتوقعون أن مجيء مصطفى الكاظمي ربما سيغير بعض نهجه ويختلف عن الحكومات السابقة، وهو كما ادعى بأنه جاء ليقلب صفحة جديدة في تعامله مع المواطنين، وأنه سوف يضرب بيد من حديد على أيدي من أساء للشعب العراقي ومن يقوم بالإخلال بالأمن. لكن نراه ما زال لحد الآن يكرر النهج الذي قامت به الحكومات التي سبقتها من استهداف طائفي لمكون معين من مكونات الشعب العراقي. الأمر الحلول التي تعتمد على موضوع الاعتقالات، موضوع المداهمات لبيوت المواطنين، الاتهامات الباطلة والاعتقالات بشكل واسع ما زالت هي نفسها. أنا أريد أن أتساءل لمصطفى الكاظمي، ما هو الجديد الذي جلبته؟ أين شعاراتك التي يعني بدأت بها حقبتك يعني الجديدة؟ يا ترى هل هذه العمليات التي أمرت بتنفيذها، طبعا العملية بأمر من مصطفى الكاظمي كونه هو القائد العام للقوات المسلحة، هل يا ترى بأن هذا العمل هو إرضاء للميليشيات، إرضاء للأحزاب التي تفكر بطريقة طائفية بأن يجعل أنه هذه الأحزاب ليثبت لها بأنه هو رجل ليس بعيدا عنهم، بدليل أنه يأمر بعمليات تستهدف المكون الذي جاءهم لمحاربته، وبالتالي سيكون مرضي عنا، لكن على حساب من؟ على حساب المكون السني. يعني أنا أرى أن الكاظمي وما سواه من الحكومات السابقة لديها مشكلة في موضوع محيط بغداد. محيط بغداد كما تعلم يعني ديموغرافيا في غالبيته هو من المكون العربي السني، وهذه الأحزاب الطائفية وانطلاقا من طريقة تفكيرها الطائفي يعتقدون بأنهم هم محاصرون من قبل المكون السني، بينما هم هذا التركيبة هي موجودة من عشرات بل مئات السنين هكذا، ولم يفكر أحد بأن هذه العاصمة محاصرة من قبل مكون معين، لكن طريقة تفكيرهم ستجلب هذا الخراب إلى هذا البلد، وستجلب هذا التفكيك للنسيج الاجتماعي بأنه هناك حصار سني للعاصمة بغداد. هذا يعني الكاظمي يثبت بهذه العملية بأنه لم يختلف عن سابقه من رئاسة لا تختلف الوزراء. حكومة الكاظمي عن باقي عن سابقاتها من يعني الحكومات. يعني الادعاءات بالاختلاف لا يثبت حقيقتها إلا أرض الواقع. طيب. ونحن نرى على أرض الواقع أنه لم يختلف كثيرا عن الباقي. لنستمع إلى رأي الأستاذ ناجي حراج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. أستاذ ناجي، يعني كيف توصف قانونيا من الناحية القانونية عمليات الاعتقال والمداهمات لأهالي حزام بغداد؟ طبعا هذه الاعتقالات والمداهمات هي مستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن، ولكن تخفت فترة وثم تعود مرة أخرى إلى المشهد بسرعة وبقوة. يعني عمليات الاعتقالات والمداهمات وتضييق السجون بالكثير من المعتقلين من أبناء سكان حزام بغداد، كيف توصف قانونيا هذا الأمر أو هذه العمليات؟ أهلا وسهلا بكم أخ العزيز. بالتأكيد يبقى التوصيف القانوني لكل هذه العمليات هي أنها جرائم ضد الإنسانية، لأنها أولا تجري بدافع أساسي وهو الدافع الطائفي كما شرح ضيفكم الكريم. ونحن في مركز جنيف الدولي للعدالة عندما نتابع كل هذه العمليات التي بدأت منذ عام 2003 ثم تزايدت بعد 2014 باستخدام ذريعة الإرهاب ومحاربة داعش، نجد أن البعد الطائفي هو المحرك الأساس لعمل الميليشيات ولتحركات الميليشيات، وبالتالي أن كل هذه العمليات تتم بطريقة منتظمة وتستهدف أعداد كبيرة من المواطنين سواء بالاعتقال أو القتل أو بعمليات الإخفاء القسري التي طالت عشرات الآلاف منهم، فهي في مجموعة عمليات تدخل ضمن
الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإبادة، لأنها حصرا استهدفت مكون من أبناء الشعب العراقي، مكون ديني معين أو مكون طائفي معين. وبالتالي هذه الجرائم هي من الجرائم الدولية، ولذلك نحن نسعى دائما إلى أن تجري محاكمة دولية لمرتكبي هذه الجرائم، سواء في محكمة الجنايات الدولية أو من خلال إنشاء محكمة خاصة تحال إليها كل هذه الملفات، ملفات الجرائم التي تجري في العراق، لعدم اختصاص القضاء العراقي فيها، ولعدم قدرة القضاء العراقي على التصدي لهذه الجرائم كونه قضاء مسيس ويقع تحت إدارة السلطة التنفيذية وتحت نفوذ الميليشيات التي تقوم بهذه العمليات أساساً. إذا كان القضاء مسيسا على هذا النحو أستاذ نظير الكندوري، يعني هل تعتقد أو إلى أي مدى تعتقد أن الكاظمي لديه خطة ربما يسير عليها؟ الغريب أن الكاظمي الذي يعني لم يمضي على وجوده سوى شهرين أو أكثر قليلا، يعني كان يوحي للمواطنين بأنه جاء ضد المجاميع المسلحة التي خارج عن القانون، والتي هي ليلا نهارا تقصف مكان إقامته يعني في المنطقة الخضراء، ويعني جاء بهذا العنفوان، وحتى أن الجماهير العراقية قد استبشرت خيرا به بأنه هو من سيضرب بيد من حديد على هؤلاء الخارجين من القانون. لكن بدلا من ذلك، يجعل أن المواطنين يستبشرون خيرا بحكومة لم تقدم شيئا، يعني سوى فقط نعم أنه كانت هناك شعارات. وعود يعني كبيرة، يعني أظنها لا ترتقي إلى مستوى قوة الكاظمي، يعني بحيث أنه هو أقدم على عمل أنه اعتقل يعني عناصر من ميليشيا حزب الله، لم يمضوا يوما ثم خرجوا من السجون وجعلوا صورة الكاظمي تحت أحذيتهم، وحرقوا صوره بإهانة شديدة للكاظمي، ولم يستطيع أن يفعل شيء. بدلا من ذلك ذهب إلى الطارمية التي لم تطلق صواريخ ولم تصدر منها يعني إطلاق طيلة هذه الفترة السابقة، مع ذلك بدأ يعتقل بأبنائها ويعتقل ويهين نسائها ويجرف بساتينها. هذا دليل ضعف وليس دليل قوة، بأنه بدلا من أن يعني يحاسب يعني المفلتين بالسلاح، يحاسب من يهين الدولة، بل من يهين هو شخصيا، يذهب إلى المستضعفين في مناطق الطارمية وغيرها. طيب طبعا طيب يعني بغداد. دائما ما البرامج الحكومية أو دائما الخطط التي تأتي بها حكومات ما بعد الاحتلال تعتمد بحسب وصف الكثير من المحللين على عسكرة المجتمع من الداخل، يعني ليس فقط عسكرة المجتمع وإنما تخويف طرف من طرف آخر، يعني بدل أن يتم التوجيه والاتجاه نحو البناء هناك توجه نحو خلق الأعداء من الداخل أو التخويف من وجود أعداء في الداخل، في حين أن الأمر يعني الخطة الحكومية من المفترض أن تكون خطة لخدمة المواطن وليس لعسكرة المجتمع. طبعا هذا يعني هذه الحكومات من تتجه هذه السياسة التي يعني عرضت حضرتك هو المفلس، يعني الحكومة المفلسة التي لا لديها شيء لكي ترتقي بالتنمية في هذا البلد أو ترتقي بمستوى، فتعتمد على بقائها، بقاء هذا النظام، على إثارة الاختلافات وإثارة التنازعات بطريقة قديمة كان يستعملها الاستعمار البريطاني، اللي هي تقول فرق تسد، فهو يفرق بين الأطياف المجتمع، يفرق ما بين طوائفه لكي يجعلهم مشغولين في حروب داخلية، وبالتالي النظام يبقى مسيطر. أنا في هذه الجزئية وفي هذه الفترة التي نعيشها أنا أرى أو أرصد أن هناك فعلا يوجد صراع شيعي شيعي، لكن المشكلة أن صراعاتهم يصدرها على بقية المكونات، لذلك أن الكاظمي الذي هو يمثل ربما جزء من هؤلاء القوى السياسية الشيعية بالضد من قوى سياسية شيعية أخرى يحاولون إدارة هذا الصراع بتوجيه معارك جانبية أو فتح
مناطق أمنية، إحداث حالة خلل أمني لكي ينشغل فيها هذه القوى المتصارعة، بعيدا عن أن يكون هذا الصراع بشكل مباشر فيما بينهم. يعني في الوقت الذي يعني كانت الأنظار متجهة على أن الكاظمي ربما سيفعل شيء قوي جدا ضد الميليشيات التي تقصف المنطقة الخضراء أو المناطق التي تحتوي على يعني تواجد أمريكي، لكن الأمر أنه بدلا من ذلك ذهب لإشغال القوات الأمنية الحكومية ولإشغال ألوية الحشد، ما يسمى ألوية الحشد الشعبي، بإيجاد منطقة أمنية قلقة مثل الطارمية. هل تعرف أخي الكريم أن قبل هذه العملية التي بدأت قبل 5 أو 6 أيام، قبلها حدث، كان هناك حدث أمني في نفس المنطقة، تم تفجير عبوة ناسفة على قوة من الحشد، وأنا أشك بأن هذه الضربة هي ضربة مفتعلة لكي يجعلون بأنه هناك سبب لإقامة مثل هذه الحملة العسكرية. لماذا نشك بهذا الموضوع؟ لأن هذا الموضوع أصبح متكرر في كل منطقة يراد لها أن يتم مداهمتها واعتقال شبابها وتحطيم يعني حواضرها، يجدون خلل أمني من افتعالهم ليكون مبرر لذلك. الشيء بشيء يذكر ربما، يعني حتى في الحكومات السابقة كانت هناك أقاويل تقول بأنه السيارات الملغمة التي كانت تدخل عبر السيطرات، عبر مئات السيطرات كانت تدخل تأتي من المناطق الغربية لتنفجر في المناطق الجنوبية، لتعبر السيطرات كلها مئات السيطرات بدون أي رادع، وبالتالي يعطون المبرر بأن هناك يعني إرهابيين وهناك يعني مبررات لوجود حروب داخلية. طبعا أبرز حدث في هذا الموضوع هو تفجير الكرادة، الذي كان تفجير هائل جدا، بحيث أن السيارة المفخخة حسب ما أثبتت يعني المصادر كثيرة بأنه جاءت من إيران. تصور يعني من إيران دخلت الحدود واجتازت كل السيطرات المؤدية ما بين الحدود العراقية الإيرانية وصولا إلى بغداد وإلى منطقة الكرادة، وتم تفجير هذه السيارة بدون أن تكتشفها أي وسيلة أمنية. هذا دليل على افتعال المشاكل. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. أستاذ ناجي، يعني هذه الانتهاكات أو هذه بحسب توصيفكم أستاذ جرائم ضد الإنسانية لأنها جرائم طائفية، يعني هل من وجهة نظركم هناك أرضية مناسبة، هناك فرص موجودة حاليا ممكن استثمارها من أجل يعني وضع حد لهذه الانتهاكات، أو إنشاء مثل ما تفضلتم محكمة خاصة تحال إليها كل هذه الملفات، لا سيما وأن هناك مناشدات إلى الآن يعني يستصرخون المجتمع الدولي، أهالي مناطق حزام بغداد يستغيثون بالمجتمع الدولي من أجل إنقاذهم من هذه المداهمات والاعتقالات وعمليات القتل خارج إطار القانون. هل الأرضية متوفرة لإنشاء مثل هكذا محكمة جنائية دولية؟ أعتقد هذا السؤال تكرر في كل الحلقات اللي أنا اشتركت فيها، يعني خاصة مع قناة الرافدين، وأؤكد في كل مرة أن الأرضية موجودة، لأننا قمنا بتوثيق كل هذه الانتهاكات وسلمناها إلى الأمم المتحدة، سلمناها إلى المحكمة الجنائية الدولية. هنالك متطلبات أساسية سبق أن أشرنا لها، تحتاج أن نقوم بتوكيل محامين، تحتاج أن نقوم بعمليات ترجمة لوثائق، مسائل لوجستية كثيرة، مسائل التحليل القانوني اللازم. كل هذه القضايا هي التي حقيقة متوقفة بسبب عدم وجود دعم لمثل هكذا عمل، ولكن الأرضية موجودة والجرائم يعني هي متواترة وتوثيقها أيضا مستمر. الشيء الأساسي هو هذا الدعم الذي ينقصنا نحن الذين نتحرك في الخارج فيما يتعلق بهذه الانتهاكات. يعني أستاذ ناجي، ما طبيعة هذا الدعم؟ يعني هل هناك معوقات دولية تقف حائلا دون المضي بتفعيل هذه الأرضية؟ هنالك اشتراطات معينة، اشتراطات دولية معينة فيما يتعلق بهذه القضايا.
لكن أيضا هنالك مسارات قانونية واضحة وموجودة على صعيد كثير من الدول التي يمكن سلوكها من أجل إجراء محاكمات عن كل هذه الجرائم. وبالتالي هو هذا الأمر الذي نتوقف عنه دائما، لأننا لا يمكن لهذا الأمر أن يقوم به مجرد متطوعين، وإنما يحتاج إلى محامين دوليين محترفين من هذه الدول التي نود أن نقدم هذه القضايا في محاكمها التي تتولى النظر في قضايا دولية، مثلا قضايا التعذيب، قضايا الإبادة، قضايا الجرائم ضد الإنسانية. كل هذه المسائل من الممكن جدا أن نقوم بها فيما لو توفرت الإمكانيات المطلوبة. وهذا الأمر طرحناه كثيرا وسئلنا عنه كثيرا، وبالتالي يعني قد لا أود أن أخوض به بالتفصيل. نعم أستاذ نظير، يعني بناء العراق أين تجده من حكومات ما بعد الاحتلال؟ هل وجدت شيئا من بناء العراق؟ أخي أي بناء؟ يعني هذه لا توجد حكومة جاءت من بعد 2003 ولحد الآن هي في أجندتها أن تبني شيء في العراق. ماذا عن السجون؟ يعني حتى السجون هي تستخدم السجون التي تم بنائها من العهد البريطاني. هل تعلم سجن أبو غريب من العهد الملكي؟ أما السجون السرية التي يعني تديرها الميليشيات فهي عبارة عن إما يعني بيوت خاصة أو قصور أو مباني للنظام السابق قد بناها. هؤلاء حتى السجون لم ينجحوا في بنائها وفق المعايير الدولية الجديدة. الشيء الغريب أخي بالأمر أن أحد قادة الميليشيات في هذه العملية مال طارمية يقول يعني حول الإنجازات التي فعلوها في هجمتهم على مدينة الطارمية إنهم اكتشفوا معسكر تحت الأرض وهو يستخدم كإيواء يعني للعناصر الإرهابية وكمراكز للتدريب وكمضافة. يعني الشيء الغريب أنه هذه العصابات استطاعت أن تبني معسكر كما يقولون معسكر تحت الأرض. يا أخي هذه الحكومة العراقية ما استطاعت أن تبني بيت لمواطن عراقي فوق الأرض. يعني هل الميليشيا هل العصابات مثل عصابات داعش هي تعمل افضل من عندكم بالرغم على احتكاكم لمليارات الدولارات التي كانت عائد من النفط؟ لذلك عندما نقول بان ما هي منجزات الحكومات ما بعد الاحتلال حتى الان من بناء ومن تنميه تكاد تكون المحصلة صفر بل أقل من الصفر. هم دمروا ما كان مبنيا قبل الاحتلال، دمروا حواضر مدن كثيرة، بل أرجعوا مستويات عديدة ممكن أن تتفاضل الدول فيما بينها على المستوى التعليمي، مستوى النزاهة، مستوى حتى الأخلاق، وحتى المجتمع تغير إلى الوراء بظل هذه الحكومات. التفكير بأن هذه الحكومات من الممكن أن تقدم شيء للمجتمع هو عبث، يعني عبث نفكر بهذه الطريقة. أستاذ نظير أن ننتقل بالسؤال للدكتورة فاطمة العاني والترحيب أولا. طبعا دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تنضم معنا الآن في هذه الحلقة. مرحبا بك دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتورة. دكتورة، يعني مركز توثيق جرائم الحرب تحدث عن أن أهالي الطارمية أهالي حزام بغداد يناشدون المجتمع الدولي التدخل لإنقاذهم. حملة الطارمية هي واحدة من حملات مستمرة ومتوالية ليس فقط في الطارمية، في جميع مناطق حزام بغداد. كيف توصفين عودة المداغمات والاعتقالات على سكان حزام بغداد مرة أخرى في هذه الأيام؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا هو نهج الحكومة منذ
بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. الآن ما تمارسه وما تقوم به حكومة الكاظمي لا يختلف عن مثيلاتها وقبلها من الحكومات، نفس المنهج في العدوان والطائفية ضد مناطق حزام بغداد، خاصة أن هذه المناطق معروفة بانتمائهم إلى مكون معين. ولذلك فإن الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 مارست دورها في تغيير ديموغرافية هذه المناطق وتهجير سكانها أو الاستيلاء على ممتلكاتهم وغيرها من الأعمال التي قامت من خلال الاعتقالات، من خلال التجريف للبساتين، من خلال يعني هدم كما معروف هذه المناطق مشهورة بتربيتها للأسماك وغيرها باعتبارها من المناطق الغنية والتي لها مكانتها في الاقتصاد العراقي. ولذلك فإن حكومة الكاظمي استمرت على نفس النهج وعلى نفس الطريقة تحقيقا لأهداف التي مكلفة من بتنفيذها من قبل الدول الأجنبية. أستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، القانون الدولي بالتأكيد له نظرته تجاه ما يجري في العراق، يعني العراق يعد البلد النموذج الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية أو الاحتلال الأمريكي بتقديمه إلى العالم كنموذج، يعني فهذا النموذج من المفترض أن يكون النموذج يحتذى به عالميا، ولكن نرى أن حكومات نصبت عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم شيئا للعراقيين سوى الانتهاكات والجرائم وجرائم ضد الإنسانية. يعني مشروع التغيير الديموغرافي وما يجري من انتهاكات ضد الإنسانية، كيف ينظر إليه القانون الدولي؟ الحقيقة العراق فعلا نموذج يعني واضح جدا لكل ما ممكن تعداده من الجرائم حسب القانون الدولي وحسب القانون الجنائي الدولي. فأولا يعني الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت انتهاكا سافرا للقانون الدولي عندما غزت العراق وعندما قامت باحتلال بلد مستقل عضو في الأمم المتحدة. ثم أثناء هذا الاحتلال انتهكت القانون الدولي الإنساني، كل اتفاقيات جنيف، انتهكت القانون الجنائي الدولي بما قامت به من عمليات قتل واسعة النطاق وعمليات التعذيب في أبو غريب وغير ذلك من السجون، عمليات الاعتقالات التعسفية التي طالت مئات الآلاف من الأبرياء، عمليات تدمير المدن، كل ذلك يعني هو نموذج واضح جدا للجرائم التي تقع تحت توصيف جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي انتهاكات أيضا في ما أسلفنا للقانون الدولي الإنساني لاتفاقيات جنيف. ثم جاءت هذه الحكومات التي نصبها الاحتلال الأمريكي وكأنما طلب منها الاستمرار في هذه الجرائم، وكان ذلك من خلال حل المؤسسات الرسمية العراقية، من خلال حل الجيش العراقي، حل أجهزة الشرطة، ثم أنشأ جيشا جديدا وأجهزة أمنية جديدة معتمدا فيها على الميليشيات، وبالتالي استمرت هذه الميليشيات التي يطلق عليها أحيانا الجيش أو الشرطة أو قوات مكافحة الإرهاب، هذه كلها هي تأسست من الميليشيات، استمرت في عمليات القتل والإرهاب إرهاب الدولة الذي مارسته ضد الشعب العراقي ككل، وكذلك عمليات الاختفاء القسري، ومن ذلك كان أيضا عمليات التغيير الديموغرافي في مناطق واسعة من العراق، يعني سواء في محافظة ديالى، في مدينة جرف الصخر، وفي المنطقة التي نتحدث عنها الآن يعني الطارمية وغيرها من مناطق حزام بغداد. هذه كلها جرائم كما أسلفنا، جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على نطاق واسع. المشكلة الكبرى أن
أن الميليشيات التي تنفذ هذه الجرائم هي التي تستخدم الأجهزة الحكومية وليس العكس. يعني نحن وثقنا من خلال شهود عيان ومن خلال رصد لكثير من العمليات أن منذ عام 2014 خاصة أصبحت كثير من الوحدات العسكرية تأتمر بأوامر قادة الميليشيات وليس العكس. يعني الميليشيات ليست تأتي لمساعدة القوات الحكومية التي هي أساسا كما قلنا قد أسست من الميليشيات، وإنما أصبحت الميليشيات هي التي تستخدم القوات الحكومية، تستخدم دباباتها، سياراتها، كل ذلك لعمل واحد هو عمليات القتل والاعتقالات في هذه المناطق، وبالتالي النتيجة هي عمليات التغيير الديموغرافي التي حدثت في مناطق واسعة من العراق. ولذلك ترون في بياننا الذي أشرتم إليه نحن نطالب، ومطلب أساسي هذا لنا نطرحه في كل معظم الاجتماعات هنا في الأمم المتحدة، أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل على حل الميليشيات، لأنه بدون حل الميليشيات لا يمكن أن تكون هنالك أي بارقة أمل لتغيير في العراق. لا يمكن أن يتحسن أو يتغير الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، كل هذه القضايا أصبحت محكومة بوجود الميليشيات وسيطرتها. تعلمون جيدا الميليشيات تسيطر على معظم المنافذ الحدودية وعلى معظم العمليات الاقتصادية في البلاد، حتى في عمليات النفط هنالك سيطرة للميليشيات. الميليشيات تسيطر على مسائل المحاصيل الزراعية، تحرق الكثير منها، تمنع الفلاحين حتى من تسويق محاصيلهم من أجل أن يبقى العراق معتمدا على استيراداته من إيران. الميليشيات هي نفسها دمرت كثيرا من المؤسسات الصحية العراقية وسيطرت على الكثير منها والمطارات وغير ذلك، وبالتالي لا يمكن التصور أن هنالك حل يمكن أن يجري أو يتم لمعضلة العراق دون التخلص أولا من الميليشيات. نعم أستاذ نظير، يعني العالم الآن يمر بظروف يعني قاهرة وظروف جائحة كورونا، مع ذلك عمليات الاعتقالات مستمرة والزج بالعراقيين في هذه السجون، في حين الكثير من الدول قامت بتنفيذ خطط معينة لإخلاء هذه السجون أو تخفيف من يوجد فيها من نزلاء من أجل مواجهة هذه الجائحة. يعني من وجهة نظرك ألا يعد ذلك أمرا غريبا، في حين يعني مثل ما تحدث الأستاذ ناجي حرج أن الميليشيات لها خطة باستخدام الأجهزة والمعدات العسكرية لتنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي. مشروع التغيير الديموغرافي الآن هو أهم من موضوع مواجهة الجائحة وأهم من الموضوع الإنساني والحفاظ على أرواح المواطنين. أنا طبعا أتفق تماما مع ما ذهب إليه الأستاذ ناجي، كون أن الميليشيات هي من تستخدم القوى الأمنية الحكومية وليس العكس، وهذه الميليشيات لا يهمها موضوع جائحة كورونا أو انتشار هذا المرض، بحيث أن الآن الحديث الآن في العراق يتم حول أنه التعايش مع هذا الفيروس، لأنهم فقدوا السيطرة عليه ولم توجد لهم أي خطة ناجحة لمكافحة هذا الفيروس. وهل تذكر طبعا في بداية انتشار الفيروس كثير من الناشطين يعني ناشدوا الحكومة بأن يكون لها دور في موضوع حماية المعتقلين الذين هم بالآلاف، يعني أعداد غفيرة ومكتظين في سجون ضيقة، بأن يعني انتشار المرض سيكون كالهشيم في النار بين هؤلاء المعتقلين، ولكن الحكومة لم تلقي بال لهذا الموضوع، وبدلا من أن كان المتوقع أن يخرجوهم الآن يزيدون عددهم باعتقالات جديدة. لماذا نطلب من الحكومة أن تغير الواقع في حين أن كل هذه الاعتقالات تجري
بالتعاون والاشتراك مع القوات الحكومية؟ يعني هل ممكن أو هل يعقل أننا نطلب من الميليشيات أو شريك الميليشيات بإيقاف الاعتقالات وإيقاف عمليات القتل خارج إطار القانون؟ نعم، يعني لكن المستضعف ماذا لديه؟ يعني الآن السلطة الحاكمة في العراق هي عبارة عن ميليشيات صريحة وعبارة عن قوات حكومية في أصلها كانت ميليشيات، وهي المسيطرة على الوضع الأمني. المستضعف ماذا يمكن أن يكون له، أو ما هي الحيلة التي بيده غير المناشدات؟ والغريب بأن منظمات الحقوقية يعني الآن بدأت تصمت عن الجرائم التي ترتكب بحق العراقيين. أنا يعني أنظر إلى يعني ثوار تشرين حاليا الذين أخرجوا بصوتهم وساندناهم جميعا في مطالبهم وحقوقهم المشروعة حينما كانوا يعني يرفعون شعاراتهم ضد هذه الميليشيات وضد هذا النظام السياسي الفاسد. لماذا لم نسمع الآن من ناشطين أو بيانات من ثورة تشرين تدين ما تفعل الميليشيات في الطارمية وحزام بغداد؟ هذه الميليشيات التي الآن تفتك بأهل محيط بغداد هي نفسها الميليشيات التي كانت تقتل المتظاهرين. لذلك كما كنا نساند الحراك الشعبي الذي ظهر في وسط وجنوب العراق، والذي يعني في معظمها يعني المدن الجنوبية في معظمها هي من المناطق الشيعية، يجب أن نسمع صوت هؤلاء الناشطين، هؤلاء الحقوقيين، هؤلاء الثائرين لمساندة أهلهم في حزام بغداد. وإلا يعني هؤلاء الميليشيات ممكن أن يستفردون بنا فردا فردا. يعني قبل أشهر كان الاستفراد بالمناطق الجنوبية وفي متظاهرين تشرين، الآن انتقل الحال للانفراد بأهل السنة في بغداد وفي ديالى وفي مناطق أخرى. لذلك يجب أن تكون هناك توحيد للمواقف العراقيين، توحيد لرؤاهم، ويستيقنوا بأن العدو واحد، العدو هي هذا النظام ومن وراء من الميليشيات. أن أنتقل بالسؤال للدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، كيف تقيمين المنظمات الدولية والإنسانية في تعاملها مع الواقع العراقي ومع هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد سكان حزام بغداد؟ نعم، يعني بالتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية والمراكز الحقوقية قامت بتوثيق ما يتعرض له الشعب العراقي على العموم وسكان مناطق حسام بغداد بخصوص من انتهاكات وجرائم ترتكب ضد هذه المناطق، سواء في أرواحهم أو في ممتلكاتهم. ولكن مع الأسف الشديد يعني لا توجد هناك لحد الآن استجابة دولية، فبرغم كثير من المناشدات والمطالبات بتشكيل لجان تحقيق أو يعني الضغط على الحكومة من خلال قطع المساعدات، من خلال قطع التعامل الدبلوماسي مع هذه الحكومة من أجل أن تقوم هذه الحكومة بتحسين حالة حقوق الإنسان في العراق، ولكن مع الأسف الشديد لم تصدر لحد الآن بادرة مهمة بخصوص هذا الموضوع، خاصة وأن هذه الحكومة مرهونة للأيادي الأجنبية وبالإمكان المجتمع الدولي ممارسة الضغط عليها وإجبارها على تحسين حالة حقوق الإنسان، وبالتالي الحد من هذه الانتهاكات والحد من هذه الجرائم. ولكن يبدو أن المجتمع الدولي مستفيد من هذا الذي يحدث للشعب العراقي وهو مشارك في هذه الحالة المزرية، ولذلك لا توجد هناك أي فعل يعني قامت به لحد الآن هذا المجتمع الدولي من أجل تحسين حقوق الإنسان. نعم. نعم. أستاذ ناجي حرج، يعني هل هناك اتفاقات دولية أو يعني اتفاقات حتى تحت الطاولة يعني لا يتم المساس بالشأن العراقي أو التدخل بالعراق وجعل العراق فقط يعني تحت الوصاية الأمريكية من وجهة نظرك؟ تقريبا يعني هنالك شيء من هذا القبيل، يعني وأنا سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية القوة التي قامت بالغزو والاحتلال وربيبتها المملكة المتحدة بريطانيا هما من تولى إصدار القرارات في مجلس الأمن الدولي بعد عام 2003. يعني سيطرتهم على مجلس الأمن الدولي جعلت القرارات تمر من خلال الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية، كانت القرارات تصاغ في مكاتب هاتين الوزارتين.
وبالتالي أنشأت الأمم المتحدة وطبقا لذلك للرؤية الأمريكية والبريطانية أنشأت يعني صاغت كيفية تعامل الأمم المتحدة مع العراق منذ ذلك الوقت من خلال إنشاء مكتب الأمم المتحدة في العراق الذي أسمته مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق وليس لمراقبة حقوق الإنسان في العراق، وبالتالي علاقة الأمم المتحدة في العراق هي علاقة تخادمية إلى حد ما، يعني نستطيع القول الأمم المتحدة ليست موجودة لمراقبة عمل الحكومة وإنما هي لمساعدة الحكومة العراقية والسلطات العراقية، لذلك تجدون يعني انتشار مكاتب الأمم المتحدة في كل مكان تقوم بعمليات التدريب وعمليات المساعدة في القوانين وغير ذلك. بعض من هذه الأعمال قد تكون جيدة ومفيدة حقيقة، لكن غير المفيد منها أنها السكوت على الجرائم والسكوت على الانتهاكات، وهذا الذي نطالب به دائما. هنالك في مكتب الأمم المتحدة في العراق هنالك قسم صغير هو قسم حقوق الإنسان، حتى هذا القسم الذي يتبع إلى مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، حتى هذا القسم يحاول دائما أن يرصد الانتهاكات وأن يكتب على هذه الانتهاكات، لكن للأسف لا ترى الكثير من ما يوثق من تقارير النور، وبالتالي يتم للأسف حذفها من التقارير الأساسية التي تقدم إلى الأمم المتحدة أو التي تقدم هنا في جنيف، مدام نعم تقدم هنا في جنيف إلى مجلس حقوق الإنسان. استمعت إلى ما تحدث به الأستاذ ناجي حرج. طبعا بلا شك أن الاحتلال الأمريكي هو من قام بتأسيس الميليشيات وتشكيل هذه الميليشيات بعد عام 2003، ومركز جنيف الدولي للعدالة مثلما تحدث أيضا الأستاذ ناجي حرج يعني دعا إلى حل الميليشيات المسلحة لأنها تمثل خطرا على العراق، ليس فقط على يعني على الأهالي والسكان والمواطنين والثروات البشرية، بل وحتى على الزراعة وعلى الصناعة وجميع البناء التحتية. عملت على تحطيم هذه البناء التحتية، وعملت على استنزاف أموال العراقيين وبالسيطرة على المنافذ الحدودية واستنزاف ميزانيات الدولة، وليس آخرها ربما عمليات تجنيد أو عسكرة المجتمع في ما يجري الآن وعمليات الاعتقالات والمداخمات. من المستفيد من ديمومة واستمرار تنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي في العراق إذا أردنا أن نقول أن الميليشيات هي موالية لإيران؟ نعم. فالاحتلال الأمريكي ما فائدته من ذلك؟ أنا أتفق مع ما ذهب إليه أستاذ ناجي، قال أن هناك شيء من التواطؤ في موضوع ما يحدث في العراق وعدم محاربة ما يحدث من تغيير ديموغرافي في العراق. كون أن يعني الولايات المتحدة الآن لديها مصلحة بتقليل النفوذ الإيراني في العراق، هذا لا شك فيه، ولكن ليس لديها مصلحة أن يكون ما هو طبيعة النظام الذي يحكم في العراق. لنفترض جدلا أن هذه الميليشيات غيرت ولاءها، ولو هذا مستحيل، لكن لنفترض أنها غيرت ولاءها من إيران وجعلتها إلى الولايات المتحدة، فسيكون لهذه الميليشيات وجود شرعي ولن تعترض عليه الولايات المتحدة، وليذهب العراق إلى الجحيم ما دام بقي تحت منطقة نفوذ أمريكي. لكن الذي يحدث الآن أن جميع هذه الميليشيات والتي هي المسيطرة على الملف الأمني بالعراق هي ولاءها لإيران، وموضوع التغيير الديموغرافي فيه مصلحة لإيران، كون أن ابتلاع بلد مثل العراق فيه مصلحة يعني كبيرة لإيران، سواء مصالح سياسية أو اقتصادية بل حتى جغرافية. يعني العراق تعرف يعني هو البوابة الشرقية للوطن العربي، عندما ينضم العراق إلى إيران ربما باقي الدول ستبتلع بسهولة، لذلك هناك مصلحة إيرانية في تغيير الديموغرافي لهذا البلد. أما الولايات المتحدة لا يعنيها أمر التغيير الديموغرافي، بل هي تفضل
هذه الطائفة على تلك الطائفة، على اعتبار أن أول من حاربها عندما دخلت العراق هي كانوا يعني أهل السنة، هم الذين حاربوها. لذلك هي هذه المكون العراقي الأصيل غير مرغوب أمريكيا. الآن تريد تغيير العملية السياسية الولايات المتحدة باتجاهها. لماذا لا نقول ليس لماذا لا نقول أن يعني الاحتلال الأمريكي وحكوماته أيضا عملوا على تكريس موضوع الطائفية لصالحهم، يعني عسكرة المجتمع وخلق الأعداء من الداخل هو الذي بني على أساسه أن هؤلاء هم إلى جانب الولايات المتحدة المحتل الأمريكي، وهؤلاء هم ضد الاحتلال الأمريكي. نعم، هم استفادوا بشدة، يعني في بداية الاحتلال استفادوا على أن الأمريكان جاءوا لتحرير الشيعة وتحرير الكرد من المحتل السني. نعم. الذي كان يسيطر على النظام، وبذلك يعني ضمنوا ولاء الشيعة والكرد. الآن الأمور أصبحت معكوسة، الآن الشيعة لا يريدون، يعني أقصد الأحزاب والميليشيات لا يريدون الأمريكان لأنهم يريدون إيران، وبالتالي أصبحت الآن هناك رسائل إلى المكون العربي السني بأن الأمريكان هم يعني الآن يريدون تحريركم من الاضطهاد الطائفي الذي يقوم به الشيعة، وبالتالي هذه يعني بالنهاية كلها تصف في مصلحة الأمريكان. يعني هذا الأمر، الموضوع المصطلحات الطائفية والحديث بالطائفية، هذا جاء بعد الاحتلال عام 2003. صحيح. واستخدمته الأحزاب والميليشيات، ويعني انحسر وتحطم على جدار ثورة تشرين وثوار تشرين الذين حطموا موضوع الطائفية بالأساس. هنا هذا الأمر، يعني عمليات الاعتقال والمداهمات لحزام بغداد، هو ربما إلى أي مدى تعتقد هو ربما طوق النجاة للعملية السياسية أو طوق النجاة للأحزاب والميليشيات من أجل إعادة مارد الطائفية من جديد؟ أنا أقول لك بالتأكيد، يعني هذا تندرج ضمن إذكاء روح الطائفية والتشتت الطائفي في المجتمع العراقي. هذا النظام لا يستطيع أن يتعايش مع شعب بكل أطيافه بشكل كتلة واحدة، هم لا يجب أن يقسمهم طائفيا. يعني هل تذكر نحن قبل أشهر كنا نتحدث عن العراقيين وثورة العراقيين ضد هذا النظام الفاسد، الآن نتحدث عن الاضطهاد الذي يتعرض إليه السنة. لماذا؟ لأنه هذا النظام يحاول أن يضطهد مكون لكي تتوجه أحقاد هذا المكون على المكون الآخر، وبالتالي هو المستفيد. تمزيق المجتمع العراقي هو بالمحصلة ينفع هذا النظام وينفع من يعني يراعي هذا النظام، سواء إيران أو الولايات المتحدة. نفس الحال بالنسبة للكرد، الآن سياسة قطع الرواتب، قطع النفط، قطع يعني هذه الإشكالات توجه الكراهية للكرد وتوجه كراهية الكرد العرب. هذا التمزق للمجتمع العراقي مفيد لبقاء هذا النظام. هذا النظام لا يستطيع أن يبقى في مجتمع متوحد. تعتقد أن عمليات الاعتقالات ستستمر؟ يعني أنا يعني كما أرى في الصورة أنهم يعني الموضوع الطارمية لم يكن جديد، يعني هم بدأوا بعمليات في جنوب كركوك، بدأوا عمليات في ديالة، الآن في الطارمية، ولربما هذا يمتد إلى مناطق أخرى. يعني أنا أظن أن هذه العمليات هي من مصلحة النظام، ويجب أن يحافظ عليها ويزيد في موضوع الاحتقان الطائفي، لأن هذا كله يصب في النهاية لمصلحة بقاء النظام. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الأستوديو. ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة. شكرا لك أستاذ ناجي. ونشكرك شكرا جزيلا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية، وإلى اللقاء.